اليوم اقترحنا جوج نقاط معينين مهمين. اولا هو تاسيس قانون ديال التوزيع، وهذه الافتتاحات تكون مبنيه على مقاييس معينه، وعطينا بعض الامثله ديال المقاييس يمكن لها تعطى. والحاجه الثانيه اللي اقترحنا اليوم هو ان اوبسيرفاتوار ديال لو كوميرس باش يعطي لهذا السيكتور واحد الرؤيه لا في اكور تيرم ولا ا لون تيرم. النقطه الثانيه المهمه اللي درنا اليوم هو امضاء واحد العقد شراكه بين التجاره وبين الاولمبيك اللي شرف عليها السيد الوزير. هاد الاتفاقيه عندها جوج ديال الاهداف معينين، وكل هدف عنده بعض البنود. الهدف الاول هو هدف استراتيجي باش جميع الفعالين اللي عندنا في الجمعيه يكونوا واعيين باش يسجلوا لي مارك ديال المواد ديالهم، وباش هاد التسجيل يعطي واحد الدعم للسياسه المغربيه ديال لا بريفيرونس ناسيونال، وتكون لا مارك ماروكان سفير ديال المغرب في جميع البلدان العالم يمكن لها تدخل. اليوم عندنا دي مارك ماروكان اللي هما اليوم تيمثلوا المغرب على صعيد المغرب كله.